نروح بقى للسوشيال ميديا وأراء حضراتكم مين الثلاث فرق، مش هقول اللي هبطوا، لا هقول المهددين بقوة للهبوط. يلا أندرو هاني، مساء الأنوار عليك كابتن مدحت، أنا بحبك قوي قوي وبشغل ميكساتك وحاجة عظمة. أتوقع هبوط المقاصة وإسترن والمقاولين. واحدة بقى، برافو عليك يا أندرو. بس مش على التوقع، لأن التوقع ده سيبه بقى على الله. أحمد علي فراج، مساء الأنوار يا جنرال الإعلام العربي، معاك أحمد علي فراج من المنيا قرية تلا. من وجهة نظري التي لا قيمة لها على الإطلاق، المقاصة إستن كامباني الجونة هيهبطوا، وتحياتي لحضرتك يا جنرال ومسيلي على الحاج إبراهيم والحاج علي. محمد السيد، إسترن، المقاصة، المقاولون. عمر الدولي، مساء الأنوار عليك كابتن مدحت، مع عمر الدولي من اسكندرية وبحب حضرتك جدا، الجونة والمقاصة الهبوط من ايه؟ من رأي واحدة؟ مش فاهمها دي. واحدة بقى، برافو عليك يا عمر يا دولي. محمد جامل أو كامل، مساء الأنوار يا كابتن مدحت، أتوقع من يهبط مصر المقاصة، إسترن، المقاولون. عبدو عادل، مساء الخير كابتن مدحت، يا جنرال التعليق والإعلام، معاك عبد الرحمن عادل من دار السلام القاهرة. من وجهة نظري إن الفرق اللي هتهبط هي مصر المقاصة، إسترن كامباني، الجونة، والدوري أهلاوي إن شاء الله. ودينا واحدة، برافو عليك وتحياتي ليك كابتن مدحت حبيبي يا عبد. ميرو ماجد، مساء الخير عليك كابتن مدحت، منور دايما، الاقرب للبقاء، للبقاء اوكي، هم الاسماعيلي والجونه وغزل المحله، والاقرب للهبوط هم المقاولون العرب ومصر المقاصه وإسترن كامباني. بحبك قوي يا كابتن مدحت حبيبي يا ميرو.